ورجعناكم أعزائي المشاهدين. حنتكلم أيضا اليوم في موضوع يعني في وقت قصير معنا عبر اتصال هاتفي. حنتكلم عن مؤتمر الكهرباء الخليجي. أقيم مؤتمر ومعرض الكهرباء الخليجي 2015 والذي نظمته اللجنة الإقليمية لنظم الطاقة الكهربائية بدول مجلس التعاون. للمزيد حيكون معنا عبر الهاتف المهندسة فاطمة الشامسي رئيسة التنفيذية للكهرباء في دول الخليج. نرحب فيك مهندسة فاطمة. ألو، الاتصال جاهز معانا استاذة فاطمة؟ اتوقع دقائق وحيكون جاهز معانا. دائما نتكلم عندنا مواضيع الكهرباء والمياه مرتبطة ببعض، يعني اليوم كنا قاعدين نتكلم مع الاستاذة فوزية عن ترشيد استخدام المياه وعن أهمية هذا الموضوع، هم مرتبطين ببعض، عشان كذا حبينا نتكلم عن مؤتمر الكهرباء الخليجي. واتوقع الاستاذة فاطمة معانا. الو، انا ما اسمعك استاذة فاطمة، تسمعيني؟ اتوقع في عندنا خلل بسيط في الصوت، دقائق ويكون جاهز معانا. طبعا الكهرباء والمويه دائما مرتبطين ببعض، ودائما لازم يكون في عندنا وعي والمام في اهتمامنا بترشيد استخدام الكهرباء وترشيد استخدام المياه. هذه النعم الموجوده في مملكتنا الحبيبه وما نحس اصلا بقيمتها لانه فعلا فواتيرها جدا قليله. اتوقع الاستاذه فاطمه، المهندسه فاطمه معانا الحين. الو، اهلا مرحبا اختي. يا اهلا وسهلا فيك استاذه فاطمه. أهلين، حياك الله. لو تحدثينا عن مشاركة المرأة في هذا المؤتمر والهدف من إقامته. طبعا مؤتمر معرض كهرباء الخليج 2015 إن شاء الله سيقام في مدينة جدة في الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر 2015. هو جزء من سجريل، هو أحد المؤتمرات السنوية اللي تنظمها سجريل الخليج. سجرير الخليج أنشئت مبادرات من مجلس التعاون، نعم، وزراء الكهرباء والمياه في مجلس التعاون كجزء من منظمة سجرير العالمية. طبعا من بدينا تنظيم المؤتمر والمعرض مجال مشاركة المرأة مفتوح، وطبعا المؤتمر يتكون من مناقشات وأوراق علمية تقدم ومعرض مصاحب. فالمشاركات بالنسبة للمرأة من يعني كانت متواجدة في المعرض وفي الأوراق الفنية، وفي عندنا مشاركات للمرأة حتى في هذا المعرض. طيب لو قلنا الأهداف، إيش الأهداف من هذا المعرض؟ هل عندكم خطة حابين تطبقوها؟ هو طبعا المؤتمر هذا يعتبر تجمع خليجي يضم نخبة من الخبراء والمهندسين والمهتمين على المستويين الإقليمي والعالمي في إدارة شبكات ومعدات نقل الطاقة. الهدف منه تطوير صناعة الكهرباء في المنطقة. يركز على تسهيل وتشجيع تبادل المعلومات الفنية والتقنية بين دول الأعضاء، وفي كل ما يخص منظومة وشبكات الكهرباء في الجهد العالي. وطبعا بالتعاون مع المؤسسات والخبراء العالميين يكون في تمثيل من سجري العالمية. بإذن الله. يعطيكم ألف عافية أستاذة فاطمة. المهندسة فاطمة الشامسي الرئيسة التنفيذية للكهرباء الخليجي، ما قصرتوا، وإن شاء الله تكون كل الخطط اللي أنتوا راسمينها لنجاح هذا المؤتمر تطبق بنجاح. شكرا لك. مشكورة. شكرا لك. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونستكمل فيه حديثنا اليوم، ولكن الفقرة الثانية حنتكلم فيها عن الجمال، لا تروحوا بعيد عن السعودية الأولى.